منصات رقمية من تلفزيون دبي، أهلا بكم. أنا أدال طعمة، سأنقل لكم كل ما هو جديد في عالم الفضاء الرقمي والأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. وفي حلقة اليوم، بشكل مبتكر وعرض مغر، ترامب يدعم حملته الانتخابية ببيع بطاقاته الرقمية NFT. وميزة جديدة من أبل لهواتف آيفون مهمتها الأساسية تنظيف الصور. وفي منصات رقمية أيضا، أنجلينا جولي تسرق الأضواء في مهرجان البندقية السينمائي بعفويتها وإنسانيتها. والبداية مع صورة رائعة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي عبر صفحته في منصة إكس، تجمعه بكل عفوية مع أحد أحفاده أرفقها بتعليق: علمتني الحياة أن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر، وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها والحرص على بناء أطفالها. حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة، عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه، بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يبقي فيك طفولتك. عالمياً، وفي أحدث تطورات قضية مؤسس تيليجرام بافيل دوروف، خرج محاميه ديفيد أوليفييه كامينسكي عن صمته للمرة الأولى منذ اعتقال موكله، ليؤكد أنه من غير المنطقي تحميل خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولية الانتهاكات التي تحدث عليها. وأضاف كامينسكي أن تيليجرام تلتزم بالقوانين الأوروبية بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأن سياسات الرقابة في المنصة تتماشى مع المعايير العالمية. في المقابل، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره بمنح الجنسية الفرنسية لدوروف، وقال خلال زيارته إلى صربيا إنه يؤيد بالكامل هذا القرار الذي صدر عام 2021، مشدداً على أن دوروف حصل على الجنسية بفضل استراتيجية تتعلق بالأشخاص الذين يبذلون جهداً لتعلم اللغة الفرنسية ويتميزون على المستوى العالمي. يأتي ذلك في أعقاب توجيه السلطات الفرنسية اتهامات أولية لدوروف، المواطن الروسي الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، بالسماح بنشاطات إجرامية مزعومة عبر تطبيق تيليجرام، وقد أطلق سراحه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة البلاد في انتظار استكمال التحقيقات. وإلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي عاد مجدداً ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي ليس بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية فقط، بل هذه المرة بسبب سهامه التي وجه واحداً منها نحو مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا. ففي كتابه الجديد المرتقب أنقذوا أمريكا، والذي سيصدر في 3 سبتمبر، هدد ترامب بإلقاء زوكربيرغ في السجن لبقية حياته إذا تلاعب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم. وفي مقاطع مقتبسة من الكتاب، أكد ترامب: نحن نراقبه عن كثب، وإذا ارتكب أي خرق للقانون هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته وراء القضبان، وكذلك كل من يشارك في أي تلاعب في الانتخابات الأمريكية. إلى ذلك، أعاد ترامب اتهام زوكربيرغ بالتآمر ضده خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي انتهت بفوز بايدن عام 2020. ويأتي هذا التهديد بعد اعتراف زوكربيرغ بأن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس بايدن ضغطوا على شركته ميتا بلاتفورمز لفرض قيود على المحتوى المتعلق بكورونا أثناء الجائحة، وأوضح زوكربيرغ أنه سيعارض أي محاولات مشابهة في المستقبل. سهم آخر وجهه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب نحو منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بعد أول ظهور لها في مقابلة تلفزيونية كمرشحة للرئاسة. واكتفى ترامب بالتعليق بكلمة واحدة لكنها تضمنت الكثير من المعاني، حيث كتب على صفحته في منصته تروث سوشيال: اليوم الجمعة مملة. في حين سخر فريق حملته من مقابلة هاريس على شبكة CNN التي لم تستمر سوى 27 دقيقة فقط،
معتبرين أنها كانت باهتة وقصيرة، كما انتقدوا جلوس نائبها تيم وولز إلى جانبها وكأنه يرعاها وفق تعبيرهم. So now, and as I travel in the state of Georgia and around our country, the number of seniors that have benefited, I've met, I was in Nevada recently, a grandmother who showed me her receipts. قد لا يخلو يوم من صراعات الملياردير الأمريكي دونالد ترامب في العالم الرقمي، فبعد إطلاقه منصة خاصة للعملات الرقمية، ها هو اليوم يكشف عن مجموعة جديدة من بطاقات التداول الرقمية التي تحمل صوره بأساليب غير تقليدية، تعكس هوسه بشخصيته التي يصفها البعض بالتي لا تقهر، والتي تظهره كبطل خارق شبيه بالرجل الحديدي أو ملاكم يستعرض مهاراته وغيرها من اللقطات الملفتة للرئيس المثير للجدل. هذه البطاقات التي تعد جزءا من مجموعة أمريكا أولا أو أمريكا فيرست كولكشن هي رموز غير قابلة للاستبدال NFT، تباع الواحدة منها ب 99 دولارا وتخصص عوائدها لدعم حملته الانتخابية. وتأتي هذه البطاقات مع عروض مميزة، فمؤيدو ترامب ممن سيشترون 15 بطاقة أو أكثر سيحصلون على بطاقة تداول ورقية فعلية تحتوي كل واحدة على قطعة أصلية من البدلة التي ارتداها الرئيس السابق في المناظرة الرئاسية الشهيرة مع الرئيس الحالي جو بايدن في يونيو الماضي، والتي أطلق عليها لقب بدلة الضربة القاضية. أما المؤيدون الأكثر حماساً الذين اشتروا 75 بطاقة مقابل 7425 دولاراً فسيتسنى لهم فرصة حضور حفل عشاء فاخر مع ترامب في ناديه الوطني للغولف في فلوريدا. أما سلسلة التحذيرات ضد دونالد ترامب لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية فهي مستمرة، وهذه المرة تصل إلى الفرقة السويدية الشهيرة آبا. فبعد أزمة الرئيس الأمريكي السابق مع العديد من نجوم الموسيقى مثل الكندية سيلين ديون والأمريكية بيونسي لاستعانته بأغانيهم الشهيرة في دعم حملته الانتخابية، تصدر اسم فرقة آبا مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طالبت الحملة الانتخابية بالإزالة الفورية لمقاطع الفيديو التي تحتوي على استخدام غير مصرح به لأغانيها الشهيرة مثل The Winner Takes It All وأغنية Dancing Queen في تجمع انتخابي حدث مؤخرا وتم نشره عبر الإنترنت. وأوضحت الفرقة أنها لم تتلقى أي طلب لاستخدام موسيقاها، وبالتالي لم تمنح أي إذن أو ترخيص لحملة ترامب. بعد الفاصل، عدد مستخدمي تشات GPT يتضاعف إلى 200 مليون مستخدم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب في جولة حول آخر أخبار التكنولوجيا والمنصات الرقمية، والبداية مع OpenAI. فبعد مرور نحو عامين على إطلاقها لروبوت الدردشة الأشهر في العالم ChatGPT، كشفت الشركة الناشئة أن النظام الآن بات يضم أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، وهو ضعف العدد الذي كان لديه في موسم الخريف الماضي. ففي نوفمبر الماضي صرح الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي سام ألتمان أن ChatGPT الذي أطلق في عام 2022 يمكنه تقديم إجابات شبيهة بردود البشر بناء على مطالبات المستخدمين، وكان يضم حينها 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا. كما أعلنت الشركة أن 92% من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تستخدم منتجاتها، مما يعكس الانتشار الكبير لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقد ساهم ChatGPT بشكل كبير في تعزيز شعبية الذكاء الاصطناعي ورفع تقييم شركة OpenAI التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها إلى مستويات غير مسبوقة. وإلى جديد هواتف أبل، تحديدا في النسخة التجريبية الثالثة من نظام iOS 18.1 للمطورين، ميزة جديدة تدعى التنظيف أو كلين أب لتطبيق الصور التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتم تصميم هذه الميزة لمساعدة المستخدمين على إزالة الأشياء المزعجة من الصور بطريقة ذكية، مما يعزز من جودة الصورة وجاذبيتها. وتتميز أداة التنظيف بقدرتها على التعرف تلقائياً على العناصر غير المرغوب فيها في الصور، مما يسمح للمستخدمين بإزالتها بلمسة بسيطة. ويمكن للمستخدمين أيضاً استخدام أدوات إضافية مثل النقر أو الرسم بدائرة أو الفرشاة لإزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصورة، بالإضافة لتكبير الصورة للعمل بشكل دقيق عند استخدام الأصبع كفرشاة لإزالة العيوب الصغيرة. الأداة مصممة بحيث تضمن عدم حذف أي جزء من الشخص أو الموضوع الرئيسي في الصورة، حتى في الحالات التي يتم فيها اختيار الشخص نفسه. ويعزز التحديث الجديد من قدرات تحرير الصور للمستخدمين، مما يجعل تحسين الصور أكثر سهولة وسرعة. وإلى عالم الروبوتات التي باتت تدخل في شتى مجالات حياتنا، جديدها مساعدة الناجين من السكتة الدماغية الحادة وإصابات الدماغ، حتى أنه بإمكانها أن توفر لهم دعماً شخصياً يراعي احتياجاتهم الفردية وقدراتهم المعرفية ووتيرة تدريباتهم الجسدية. فمن خلال الدراسة التجريبية الدولية الناجحة التي قادها باحثون من جامعة ناشونال روبوتاريوم البريطانية، تواصلت الروبوتات المساعدة اجتماعياً مع المرضى من خلال سماعة رأس تكتشف النشاط العصبي للدماغ، وتفسر الروبوتات موجات دماغ المريض لفهم نية المستخدم أثناء التمارين، مما يوفر الدافع في الوقت الفعلي والمحاكاة البصرية وردود الفعل، في حين أن الهدف الأساسي هو جعل المرضى يقومون بتمارين إعادة التأهيل من دون وجود أخصائي العلاج الطبيعي. وجد أن الروبوتات تقدم دافعاً وملاحظات في الوقت الفعلي لتحسين الالتزام. فجأة ومن دون مقدمات، أثارت الأساطير الصينية القديمة فضول عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم لتحطم الأرقام القياسية وتحقق قفزة غير متوقعة بمبيعات جهاز سوني بلاي ستيشن 5. جاء ذلك بسبب اللعبة المستوحاة من رواية شهيرة رحلة إلى الغرب، إحدى درر الأدب الصيني الكلاسيكي الأربع، والتي تحمل اسم الأسطورة السوداء وو كونغ. بلغت مبيعاتها 10 ملايين نسخة خلال 3 أيام فقط من إطلاقها، ما يجعلها واحدة من أسرع الألعاب مبيعاً على الإطلاق. وبدأت سوق ألعاب الفيديو في الصين في التوسع، إذ ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 13% لتصل إلى 43 مليار دولار العام الماضي، كما ارتفع عدد اللاعبين في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 668 مليونا، ما يترك المجال مفتوحا أمام سوني للنمو داخل أكبر سوق للألعاب في العالم. بعد الفاصل، أنجلينا جولي تلفت الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي بعفويتها وإنسانيتها، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات المتداولة. والبداية مع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي في موقف إنساني مؤثر نال أعجاب معجبيها الذين أثنوا على أخلاقها العالية ولطافتها المعهودة. فقد رصدت الكاميرات لحظة وصول جولي إلى السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلمها ماريا في مهرجان البندقية السينمائي، حيث انحنت بكل عفوية للتحدث مع الكاتب والمعجب الإيطالي باسكوالينو إسبوزيتو، وهو مستلق على سرير مرضه نتيجة معاناته من مرض في العظام. وكعادتها خطفت النجمة العالمية الأنظار بإطلالة كلاسيكية رقيقة وأنيقة أظهرت حسها الراقي في اختيار الأزياء والمجوهرات. وتشارك جولي في المهرجان من خلال فيلمها الجديد ماريا، الذي يروي السيرة الذاتية والمأساوية لحياة أعظم مغنيات الأوبرا في العالم ماريا
كالاس، مسلطة الضوء على تفاصيل حياتها في باريس عام 1970. ولم تتمالك النجمة دموعها عندما وقف الجمهور مصفقا لمدة 8 دقائق متواصلة إعجابا بفيلمها ماريا في لحظة تأثر أبكت جولي ولمست مشاعر الحاضرين. نجم آخر سطع اسمه هذه المرة في مدينة موناكو ومنه إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصوله على جائزة خاصة. الحديث هنا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الذي توج بجائزة تاريخية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفته أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وحصل دون على هذه الجائزة المهمة بسبب أرقامه القياسية التي ما زالت مسجلة باسمه في البطولة الأكبر للأندية بالقارة العجوز رغم رحيله عن قارة أوروبا، حيث نجح رونالدو بالفوز بالحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا في 7 مواسم مختلفة، كما سجل 140 هدفا في 183 مباراة، بداية من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مرورا بريال مدريد الإسباني وصولا لفريق اليوفنتوس الإيطالي. بدوره حرص رونالدو على توجيه الشكر لجمهوره ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي ناشرا صورا من الحدث مع تعليق: يشرفني الحصول على هذه الجائزة من دوري أبطال أوروبا، ممتن لكل الدعم على طول الطريق، شكرا لكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر دخول شاب نيجيري موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكل انبهار، وذلك بعد نجاحه بخوض أطول ماراثون قراءة بصوت عال في العالم مسجلا 215 ساعة، أي أقل بساعة واحدة فقط من 9 أيام كاملة. واستطاع سامسون أجاو البالغ من العمر 27 عاما من تخطي الرقم القياسي السابق البالغ 124 ساعة، مشيرا إلى أنه اختار خوض التحدي بهدف المساهمة في تنمية محو الأمية وتعزيز ثقافة القراءة في بلاده. وتفرض المسابقة على المتنافس القراءة بصوت عال وبشكل متواصل مع عدم التوقف إلا لمدة 30 ثانية بين النص والآخر. ولم يتوقف سامسون إلا 2 ساعة يوميا لتناول الطعام واستخدام الحمام أو لتغيير ملابسه. سامسون قرأ خلال هذا التحدي حوالي 100 كتاب في المجمل ولم ينم على الإطلاق طوال 9 أيام متواصلة، كما تحضر جسديا بمساعدة متخصصين ليتمكن من تناول أطعمة ومشروبات معينة تحافظ على صوته خلال القراءة لفترة متواصلة. وككل عام تستقطب فعاليات مهرجان التراشق بالطماطم عشاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتتحول تفاصيلها إلى صور فنية. وتدور فعاليات مهرجان لا توماتينا السياحي في بلدة بونيول أو بونيول الإسبانية في آخر يوم 4 من شهر أغسطس، وفي أجواء احتفالية مليئة بالمرح شارك هذا العام نحو 22,000 من السائحين والزوار باستخدام آلاف الأطنان من الثمرة الحمراء. وتعود فكرة المهرجان إلى عام 1945 حينما اشتعل شجار بين مجموعة من الشباب فتراشقوا بثمرة الطماطم، ومنذ ذلك الحين تحول الشجار إلى احتفال وكرنفال سنوي. واكتسب المهرجان تغطية إعلامية كبيرة خلال ثمانينات القرن العشرين، مما دفعه إلى أن يصبح ظاهرة عالمية، حيث بات يجتذب الآن الحضور من جميع أنحاء العالم. هذا ويحرص القائمون على المهرجان على استخدام ثمرات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لتجنب إهدار الطعام. رسوم الجرافيتي التي تغزو شوارع المدن البريطانية لا سيما العاصمة لندن تثير فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الفن الذي ينتشر على جدران الأبنية حاملا معه رسائل في كل الاتجاهات. من لندن تقرير ديار العمري. فن الجرافيتي مشتق من عدة مؤثرات ومدارس فنية كالتجريدية والسريالية، ولقد لعبت عوامل سياسية واجتماعية دورا كبيرا في تجسيده على جدران المدن ليكون شاهدا على الواقع الحقيقي الذي يعيشه المجتمع. ليس من المستغرب أن تتحول جدران العاصمة البريطانية لندن إلى لوحة فنية مزخرفة بألوان ورسومات تعكس الواقع المجتمعي المتغير إلى معالم غير معلومة.
رسومات الفنان العالمي بانكسي مثلت مدلولات سياسية واجتماعية تعكس متغيرات واضحة في المجتمع البريطاني المتصدع من تداعيات جائحة كورونا والبريكزيت وارتفاع مستويات الجريمة والبطالة والفقر. الفنان بانكسي لم يكن معروفا على مستوى العالم، خصوصا وأن العديد من أعماله لم تكن مشهورة، إلا أنه استطاع من خلال رسوماته الجدارية أن يتبوأ مركزا مرموقا. في منطقة بريك لين شرقي العاصمة لندن تزدان الجدران برسوم تعبيرية تعكس هموم المجتمع. للوهلة الأولى قد يتصورها البعض عشوائية غير هادفة، إلا أنها تحمل مضامين نقدية لاذعة للقيم الاجتماعية والمتغيرات السياسية والتدهور الأخلاقي. في كل الفنون هناك رسالة ما، لأن الفن هو تعبير عن مكنونات العقل والذات. هناك من هو بارع في الكتابة والرسم، لكن الجرافيتي هو استعراض تعبيري بمشاعر فياضة. الجرافيتي الذي بات ينظر إليه كفن شعبي جمعي هادف بدأ يأخذ أبعادا مجتمعية على كافة المستويات العمرية. هنا في هذا المكان يتعلم الصبية فنون الجرافيتي أو الرسم التعبيري أو العشوائي ليكون مفتاحا لمرحلة جديدة من التعبير الفني الهادف. وقد نجد رسوماتهم ذات يوم تمثل فكرا لجيل جديد له كلمته الفصل في قضايا مجتمعه. عندما يأتي الناس إلى هنا يبدأون بالرسم على الجدران والنوافذ واللوحات البيضاء، وهذا ينمي فيهم القدرة على الابتكار والتعبير عن الذات. الجرافيتي هو رسالة للمجتمع وللناس الذين يرغبون في رؤية من يبدع في الرسم. فن الجرافيتي الذي برز في بداية ستينيات القرن الماضي يعد شكلاً من أشكال التمرد على الأعراف، فهو لا يعترف بقوانين المدارس الفنية الكلاسيكية المعروفة، وظل محافظاً على فرداته في طرح المشكلات الاجتماعية على جدران المدن بشكل علني. ديار العمري، تلفزيون دبي، لندن. من دبي حيث يبدأ العالم، هذه كانت جولتنا على أهم ما جاء في المنصات الرقمية. انتظرونا الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.